ليلة العمر، ليلة العمر مش ليلة الدخلة مش ليلة الفرح، ليلة العمر ليلة القدر، ليلة القدر ليلة العمر. ليلة العمر خير من ألف شهر. لو ليلة ليلة القدر 12 ساعة من 5 ل 5، على آخر الشهر هيبقى رمضان، المغرب راح كده والفجر نزل كده، هتبقى 5 ل 5، 12 ساعة أحسن من 1000 شهر. اضرب 1000 في 30 ب 30,000، في 24 ب 720,000 ساعة، يعني 3 أرباع مليون ساعة. إذن الساعة في ليلة القدر أفضل من 60,000 ساعة في غيرها. وعلى مذهبنا ومنهج سيدنا عبد الله بن عباس، إذا كانت ليلة القرآن ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالآية فيها خير من 60,000 ساعة في غيرها، الركعة فيها أعلى من 60,000 ركعة في غيرها. تفطير صائم ليلتها ليلة القدر أفضل من 60,000 صائم في غيرها. آية تسبق 60,000 مرة في غيرها. صلح بقى الكلام الأولاني. هنا الواحد لما يتخيل كده إن ليلة ب720,000 ساعة، إن الساعة ب60,000 ساعة، يبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فهو المحروم. ليلة العمر فطر فيها الصائمين، صل رحمك ولو بتليفون، صالح كل من بينك وبينه مشاحنة، اقرأ القرآن، صل فيها حتى تتفطر قدماك، قمها كلها. من العبادات الطيبة في هذه الليلة أن تعفو عن كل من ظلمك، سامح الناس كلها.